اثناء الفاصل احنا اتناقشنا في موضوع بس احنا كنا مع المشاهدين بس انا عايز اربط المشاهدين حته ان احنا اتكلمنا ان في كله تمام المساحات اتعملت اهي واحنا كده ساتسفايد جدا وناس مبسوطين وسعداء بهذا القرار. احنا طمعانين في قرار تاني انه احنا اتحاد السله كان خد قرار ان الفرقه يتم تاجيل المباراه لو في 6 مصابين بكورونا من اصل 14 which is رقم كبير واحنا اقترحنا شويه اقتراحات. اتفضل يا كابتن. انا اقول اقتراحي، انا قلت لو نزل العدد لاربعه على اساس ان من 14 هيتبقى 10 لعيبه، يعني كل لعيب وليه البديل بتاعه يعني 10 لاعبين، 5 في الملعب و5 بودا. ده انا اقتراحي، وان شاء الله لو اتعملت المساحات واخد بالك ممكن ما نحتاجش كمان لهذا. بس لكن كابتن علي اختلفت معايا، لا انا عايز اسمع اختلافها بقى هي تقول طيب لا بس الاول حضرتك قلت الخمسه على اساس ايه؟ على اساس واحد من كل مركز، واحد من كل مركز يعني. بس انا كنت اللي انا يعني اللي انا بقوله ان احنا مش عارفين هو مين اللي هيعي ممكن يجي الاربعه في مركز انا ممكن يعني ربنا يحفظ بيفوتات او كاترات او بلاي، ما انا ممكن يجي لي بعد الشر الخمس اصابات دي في بوزيشن واحد، فانا هعمل ايه؟ فالرقم الرقم صعب ان حد يقدر يحط ايده عليه. لان ممكن اقترح حاجه بعد اذنك، انا يعني محايد ثلاثه يعني بعد مش هناخد اربعه وثلاثه اثنين ثلاثه انت هيبقى عندك 11 لاعب من اصل القايمه بتاعتك موجودين، يبقى ما تاثرتش قوي لان انت بتلعب ب 12 وممكن تصعد بقى بالقرار اللي خده اتحاد السله. القرار جيد جدا ان احنا نصعد واحد يسد هذا العجز، انت كده عندك ال 12 الدنيا ماضيه. انا رايي كده، ما اعرفش يعني ثلاثه دي يعني مقبول شويه، بس ده هيبقى في ريسك يا كابتن، معلش حضراتكم تتفقوا معايا ولا لا؟ ممكن يطول لي امد البطوله، رايك يا كابتن علي؟ ما هو طبعا هو بص هو كل حاجه فيها ريسك، وكل القرارات يعني كل الكلام اللي احنا بنقوله ده في الاخر هيبقى وجهات نظر صحيحه كلها يعني، لان ما حدش انا بقول لحضرتك احنا كلنا اتكلمنا صلاح كلام صح، معلش عشان انا واخده درس اوكراني وانا جايه في الكلام فاحنا قلنا ثلاث لا كنت بكلم بس واحده صاحبتي سمعتني اوكراني كتير وانا جايه بسكه. طب ده كويس، لا يعني اظبطي بقى نتكلم عربي دلوقتي. فالتلات ارقام اللي احنا قلناهم او التلاته اوبشنز اللي احنا قلناهم هم التلاته صح واللي بالزبط. الاتحاد الباسكت قاله برضو ليهم وجهه نظر. فهي النقطه في كده ان حضرتك مش هتعرف تحط ايدك على حاجه معينه في مين العدد اللي، بس هو خلينا نقول ان من القرارات اللي صح جدا اللي حصل لكلنا متفقين عليها هو تصعيد الولاد من 18 البنات من 18 والولاد من 20 سنه اتفتح، فده فتح لك عمل لك ميزه، طلع لك من الكورونا، طلع لك ان انت بقى عندك ميزه انك انت اي حد دلوقتي هيضطر يزق الولاد الصغيرين اللي لازم ياخدوا فرصتهم في صحيح. طب يا كابتن سلاوي يعني ما بقاش في حجه خالص، اختلفت معاك كابتن عليا دلوقتي قالت لك ان ممكن يجي بعد الشر الاربع اصابات دول يجوا لك مركز واحد هتعمل ايه؟ ما هسمع كلام عليك. برافو عليك يا كابتن، دائما بص السيدات دائما هسمع كلام يكسبنا، السيدات دائما يكسبنا. خلي بال حضرتك لان هم بيبقى عندهم رؤيه على فكره والله، بجد السيدات عندهم رؤيه بتبقى والله ثاقبه وفي تدبير والارقام والحاجات دي، فاحنا غلابه في الموضوع ده.